السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس اختلال الجهاز العصبي. فالجهاز العصبي هو جهاز ضعيف يتكون من خلايا عصبية محدودة العدد لا تعوض ولا تجدد عند موتها، وهو جهاز يتأثر بالكثير من المواد الكيميائية الطبيعية والاصطناعية مثل التبغ، الكحول والمخدرات، والتي تسبب اختلال في التنسيق الوظيفي العصبي اللي هو درسنا اليوم. فكيف ذلك؟ أول شيء التبغ. من بين المواد المضرة المتواجدة في التبغ هي أكسيد الكربون، فهو يقلل من وصول الأكسجين إلى خلايا المخ. ثم النيكوتين، وهو يسبب اضطرابات بالقلب والتنفس ويسبب الإدمان عليه، حيث يمتص مباشرة من طرف الدم ويصل بسرعة إلى المخ ويؤثر على منطقة الشعور بالمتعة في المخ، ويؤثر أيضا على العصبون وذلك بالضبط في مشابك، حيث تعيق الانتقال الطبيعي للرسائل العصبية وذلك بعملها مكان النواقل العصبية. ثم القطران يسبب أمراض رئوية خطيرة والأمراض القلبية، كما أنه يؤثر على الذاكرة والقدرة على التعلم، يؤدي إلى قتل الخلايا العصبية والإصابة بالجلطة الدماغية. الكحول لا يحتاج إلى الهضم ويمتص بسرعة من طرف الدم، ينتقل مباشرة إلى خلايا الدماغ فيهاجم الخلايا العصبية والمشابك، فيؤدي إلى تأخر وصول الرسالة العصبية إلى المخ وبطء معالجتها، تباطؤ المنعكسات الحركية واضطرابات في الإدراك الحسي، وهذا ما يتسبب في حوادث المرور، يسبب التبعية التنفسية والبدنية كتلف خلايا الكبد والسرطانات. المخدرات هي مواد سامة وقاتلة، أحيانا تصيب بالدرجة الأولى المخ فتعرقل عمله. ترتبط المخدرات بمستقبلات خاصة على مستوى المشابك، محدثة بطء في نقل الرسالة العصبية، وتخرب الألياف العصبية، وبالتالي خلل في التنسيق الوظيفي العصبي الحسي والحركي. تسبب اضطرابات عصبية كالهلوسة، الهذيان، انهيار عصبي والاكتئاب. ومن أجل المحافظة على سلامة الجهاز العصبي إليك بعض النصائح: الابتعاد كليا عن التدخين والكحول والمخدرات، تجنب تناول الأدوية المنشطة أو المهدئة إلا بإشارة الطبيب، التغذية الجيدة والمتوازنة، الراحة الكافية وتجنب الإرهاق. في حالة الإدمان يجب الالتحاق بمراكز خاصة لمعالجة المدمنين، ولكن عند دخول هذه المواد الخطيرة إلى الجسم هناك حواجز تستعملها العضوية لحماية نفسها من الأجسام الغريبة، وهذا سنتعرف عليه بالتفصيل في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.